ان اسماء الله ليست اعلاما فقط اه بل صفات. تحمل صفات ومعاني. طب ده الاسم. اه تمام تمام انما هل يجوز، ايوه ركزوا بقى في السؤال الحلو ده، نعم، هل يجوز اشتقاق اسماء لله من الصفات؟ لا لا، الله يفتح عليك. لا قولا يجوز واحدا. اشتقاق. قولا واحدا، قول صحيح. هي دي قولا واحدا بقى. الصفات يا سيدنا تنقسم ثلاث اقسام. اه الصفات تنقسم ثلاث اقسام. اسمعوا بقى العلم بقى واستمتعوا بقى الله يرضيك. وسيبكم من الخوته اللي ادي العلم، ربنا الله يرضيك. امين. الصفات تنقسم، تنقسم ثلاث اقسام. واحد صفات الكمال كالعلم والقدره، نثبتها كامله وننفي ضدها. دي اسمها صفات الكمال كالعلم والقدره. طيب. نثبت وننفي الضد. اثنين يعني كالعلم فننفي الجهل، الله يبارك، والقدره العجز. فننفي العجز. الله ينور عليك. صفات رقم اثنين، القسم الثاني، صفات النقص، نقص كاملا كالعجز والموت. تمام. نثبت الضد وننفي الاصل. يبقى الله لا يموت. الله. إذن الله حي. الله يبارك في عمرك. آه. دي اسمها القسم الثاني، صفات النقص. رقم ثلاثة بقى، صفات تحتمل الكمال والنقص. زي المكر والكيد والخداع. تمام. نثبت نعم، نثبت لله منها وجوه الكمال المطلق. ادي الثلاث اقسام. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي على العلم. الله يرضيك. زادك الله علما. امين يا رب. ممكن اضيف كده حاجه كده يا سيدي؟ طبعا. الصفات الكمال عندما نثبتها لله، زي ايه يا جماعه؟ الله عدل، الله كريم، رحيم. الله رحيم، الله عظيم. لما تثبتها لله، خد بالك ده اسمه ايه يا حضره السيد المستمع؟ ده اسمه تقديس. سمعتوا الملائكة هم بيقولوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يبقى التقديس أن تثبت لله صفات الكمال. التقديس أنك تقعد تمدح في ربنا بصفات الكمال. طيب قال لك والصفة النوع الثاني اسمه صفات النقص. هتنفي صفات النقص عن الله. الله لا ينام، الله لا يندم، الله لا يتسرع، لا يعجز، الله لا يعجز، الله لا ينسى، الله لا يضل سبحانه وتعالى جل وعلا. ده اسمه إيه ده؟ اسمه تسبيح. يبقى لما تنفي عن الله صفات النقص اسمه تسبيح، لما تثبت لله صفات الكمال اسمه تقديس. عرفتوا الفرق بين التسبيح والتقديس؟ الله. تمام. هنا في حاجة تانية، انه بتقول اتفاق الاسماء مع الله تبارك وتعالى لا يعني التماثل. صحيح. يبقى اذا المسألة لا تحتاج الى مجهود، لان القرآن الكريم واياته طافحة بهذا المعنى جدا، انها لا تحتاج الى ان واحد يقولك ايه، لا ربنا حاجة تانية. لا، نحن نعلم انه ليس كمثله شيء.